عرفناوش تكون مباراه صعيبه بحكم يعني الفرق دابا مابقاش مسموح لها بالخطا، كلشي كيتجند، كلشي ما خصوش يضيع النقاط مازال. الحمد لله يعني الدراري كانوا رجال، كنا واعيين المسؤوليه، كملنا حتى لاخر دقيقه الحمد لله تاثرنا الفوز، لا يخلينا نكملوا في ذاك المسار ان شاء الله، ديرنا نتائج ايجابيه ان شاء الله.